مستحيلة أبدا، يعني ربنا قادر على كل شيء. أحيانا نمر بأزمات كتير جدا في حياتنا ونشوف الحياة سودة ونشوف الدنيا مقفولة ونشوف كل السكك مقفولة في وشنا ونحس، وأحيانا كمان في ناس تتمنى إنها تموت وتخلص من حياتها، لكن صدقوني الاستغفار بيفتح كل البيبان المقفولة. الاستغفار صلة بينك وبين ربنا، مفيش حاجة بينك وبين ربنا خالص تمنعك. طول ما انت بتستغفر وتزود في الاستغفار، طول ما البيبان المقفولة في وشك بتتفتح، وطول ما ربنا سمعك وحاسس باستغفارك وصدق نيتك، بيبدل حالك من حال لحال أكيد أفضل. خلونا نتكلم أكتر عن الاستغفار مع الشيخ إبراهيم رضا. أكيد بنرحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم، تقدروا كمان تبعتوا لنا SMS على رقم 912235. شيخ إبراهيم سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأهلا بيك. أهلا أستاذة لمياء، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك بألف خير. يعني إحنا النهاردة بنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي الاستغفار والتوسل لربنا سبحانه وتعالى والرجوع عن الذنب. وزي ما قلت كده، في ناس كتير قوي أحيانا بتحس إنه ده مستحيل ان ربنا يفك كربها، وان الابتلاء ده ابتلاء شديد جدا، وانه يعني خلاص ملوش حل، وان دي نهايه الحياه. ولكن في علاج بسيط جدا اسمه الاستغفار. صحيح. خلينا نتكلم اكتر عنه. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على ارحم الراحمين ورب العالمين، وهو الله سبحانه وتعالى. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أنزل الله قرآنا على قلب النبي المصطفى، يقول له بسم الله الرحمن الرحيم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن أول مظاهر الدعاء كثرة الاستغفار، والاستغفار هو سؤال من الأدنى إلى الأعلى. الضعيف يستجير بالقوي ويقول له: يا ربي اغفر لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه. إذن أمة لا تستغفر هي أمة مغضوب عليها. عبد لا يناجي الله ولا يكثر من الاستغفار عبد بقيت ذنوبه، لأن الإنسان إن لم يقدم الاستغفار ستبقى الذنوب كما هي. ولذلك أحد الصالحين يقول: أيا عبد كم يراك الله عاصيا. كم مرة شفك بتعصي؟ أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. كل من لم يستغفر سيحتفظ بذنوبه. خلينا نقول للمشاهد الكريم، احنا ما احناش عايزين نقول ان احنا آلهة، ولا احنا انبياء معصومين. النبي علمنا كل ابن آدم خطاء، ولكن القضية فين؟ القضية في من يخطئ ولا يعود، في من يذنب ولا يرتد، في من لا يفكر في الله ولا في رسول الله ولا في يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب ان احنا الاول نقول له حاجه مهمه: انت نسيت ربنا ليه؟ زمان يا استاذه لمياء كان شيخنا في الكتاب بيعلمنا، وكنا بنحفظ على ايده القران، فكان دايما يقول لنا بعضا من كلمات رقيقه يحاول ان هو يستميل قلوبنا ويدفعنا الى حب الله، فيصور نفسه على أنه مغادر الدنيا. فهنا هذا الرجل، وهو بعدما عاش وبعدما تمتع وبعدما كل النعيم الذي كان فيه، حين يصور لحظة الإقبال على الله، ماذا يقول لنا وهو يعلمنا؟ يقول: نزلت في القبر لا أمي تؤاذرني ولا أبي، بل ولا عمي ولا خالي، وودعوني وداعا ليس يعقبه لقيا، وأمسيت مرهونا بأعمالي. قلنا له: طب ما فيش أمل؟ قال: فيه، ما أنت لسه موجود أهو. قل: أستغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. هل أنت أفضل من رسول الله؟ قلت: لا. قال: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين
يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، ده في اليوم. الرواية تقول لك بقى سيدنا جابر يقول إيه، كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أستغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. وهو من علمهم أن هناك صيغة سماها النبي سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. إزاي هبقى على عهدك؟ إن أنا أكون مطيع. طب لو مش مطيع ها؟ علي بعد الظلم، بعد الإساءة، بعد الذنب أن أقدم الاستغفار. طب واحد حتى بخيل قوي باللفظ، سيدنا النبي يقول له إيه؟ اندم يا أخي. قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، يعني مجرد إن أنا أشعر بالندم هذا يعد من الاستغفار، وهذا مما يجلب على العبد الرحمات من الله تبارك وتعالى. ولكن احنا عايزين نعلى في الدرجات يا شيخ إبراهيم. بالضبط. يعني بنقول الندم مطلوب وطبعا كويس، وهي تعتبر أول خطوة. صحيح. لكن احنا عايزين نطلع درجات السلم. طيب خليني أقول لك حاجة مفاجأة كده، الله تعالى يبشرنا بها وبنقولها وإحنا في بداية هذا الشهر الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا رواية عن الله عز وجل في الحديث القدسي الثابت بخبر الآحاد، معنا بقى أشرف الرواه وهو رسول الله المعصوم، بيقول لنا بقى قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء من كثرتها ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أجمل ما في الرواية إباه إن وقوع المعاصي مننا أمر معترف به، لأن ربنا على طول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني هيحصل إيه؟ غفرت لك على ما كان منك، ما قالكيش إيه؟ هرفعك درجات، لا. هنا الله يعلم أنه هو من خلق، ألا له الخلق والأمر، عارف الحالة اللي إحنا عليها، عارف إن طبعًا. وقوع المعصية أمر وارد، ولذلك في بعض الروايات لو لم تذنبوا لأتيت بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. وبعدين حاجة جميلة قوي، كل الكون مسخر لخدمتك، كله بيحاول يدفع، يعني حتى عايزين نقول ان هناك اعمال اضطرارية، اعمال بحسب القوانين الطبيعية، واعمال الانسان بيحاول يجتهد فيها. الانسان لما ينوي انه يكون اسرة اهو ده يجلب له الرحمة من الله تبارك وتعالى. ولذلك من اجمل ما قرأت عن المسيح عليه السلام انه حينما كان مسافرا عدى على اهل القبور، سيدنا النبي علمنا لما نعدي على اهل القبور ايه نسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والموحدين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويدعو لموتانا وموتى المسلمين. المسيح بيعدي فوجد قبر وقف قدامه، فأطلعه الله بقدرته على حال من في القبر، الرجل اللي ساكن القبر، ربنا سبحانه وتعالى كشف الحجب لعيسى عليه السلام، فوجد أن صاحب القبر يعذب عذابا أليما، فاستعاذ بالله ثم دعا له وانصرف. مش فلما ذهب وعاد من نفس الطريق وجد أن هذا الرجل تبدل حاله، سبحان القادر على أن يغير ما بين طرفة عين وانتباهها من حال إلى حال، الرجل بينعم في أعلى الجنان، ماذا حدث؟ فقال: إلهي وسيدي ومولاي، كان هذا العبد يعذب ثم ها هو ينعم، فماذا حدث؟ فأوحى الله إليه أن يا عيسى كان عبدي مسرفا على نفسه في المعاصي فاستحق عذابي، لم يقدم طاعة، أمال إيه الجديد؟ ولكنه حينما فارق الدنيا ترك زوجة وهي تحمل جنينا في بطنها، فلما أصبح خرج الجنين إلى الدنيا وأصبح صبيا يافعا حملته أمه إلى المعلم، فلما جلس بين يدي المعلم قال له المعلم: يا غلام قل بسم الله، فقال الله: يا عيسى. فلما قال الغلام بسم الله استحييت أن أعذب عبدي وله على ظهر الأرض من يقول بسم الله.
هستأذنك ناخد التليفون يا شيخ إبراهيم. مدام إيمان، ألو. طب حاولي تكلمينا مرة تانية، يعني رحمة ربنا واسعة قوي بينا، وربنا غفور رحيم، صحيح. ورجوعنا لربنا مفيش أسهل منه، صحيح. بس هي فكرة إنه يبقى الرجوع من القلب عشان نوصل للمرحلة دي، إن البني آدم اللي حاسس بالذنب جواه، وإحنا قلنا إنه يبقى حاسس إنه مذنب مذنب وعاصي ويندم، ولكن عشان نعلى للدرجة ونطلع للدرجة اللي بعدها ويبقى ده من جوه قلبنا لفعل بالفعل إحنا بنقوم بيه، نعمل ده إزاي؟ نعمل ده إزاي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة. البعض بيفسر كلمة الحسنة اللي جاية بعد السيئة بالاستغفار، وأنا أميل إلى هذا الرأي. يعني يقول إيه؟ واتبع السيئة الحسنة. يا جماعة نحن لسنا ملائكة، يا جماعة يجب أن نعترف بأننا من الضعف خلقنا، وأننا ضعفاء، وأننا فقراء، وأننا أحوج ما نكون إلى الله تبارك وتعالى. وده مظهر يجب أن يظهر أمام عظمة جبار السماوات والأرض، وهو الله تبارك وتعالى. في تليفون؟ ناخد التليفون. طيب. مدام إيمان،